جديد يعني قمنا اليوم بإطلاقه مع السيد والي ولاية تيزي وزو متعلق باستثمار في تربية مائيات قاجوج البحر اللي هو الملكي اللي هو سمك لادوغات والذي يعتبر أول مشروع على مستوى ولاية تيزي وزو من أجل قدرة إنتاجية تساوي 600 طن في أول مرحلة يعني تم استزراع 1,000,000 وحدة سمكية صغيرة كي ننتج 300 طن في المرحلة الثانية سوف يعني تقوم هذه الشركة اللي هي شركة خاصة بمضاعفة الإنتاج حتى تصل 600 طن يدخل هذا المشروع من بين المشاريع الجديدة اللي قمنا بإطلاقها هذه السنة ولتدخل في ديناميكية رفع الإنتاج السمكي عبر تربية المائيات.